كابتن عماد خلاص بقى اسم كبير في الكره المصريه كمدير فني يعني اكيد افكارك انت دلوقتي انت شخصي اه افكارك مع فكره انه هكمل مع الكابتن عماد بعد كده في اي جهاز موجود فيه ولا هبدا اخد خطوات اخرى كمدير فني بقى ابدا اشتغل من تحت وابدا امشي الطريق ده انت بتفكر في نفسك سؤال صعب لا مش صعب لا لا <applause> يعني اكيد طبعا الواحد يتمنى طبعا ان هو يشتغل لوحده ويبقى ليه كيان لوحده طبعا يعني وتبقى مدير فني وتوصل لمرحله كويسه من القصه دي طبعا اكيد ده طموح عند كل واحد بس ما حدش بيبقى مخطط له قوي ان هو هيجي امتى يعني انت برضو الدنيا في مصر دلوقتي مش احسن حاجه وبعدين القصه تقريبا شويه عايزه يعني ممكن اكتر العلاقات يعني هي بتبقى عايزه شويه تر تربيطات شويه مع بس انا عارف ان انت علاقاتك جيده مع الوسط يعني يعني علاقاتي يعني الحمد لله يعني اه يعني اسمي كويس في الوسط بس آه انا مش من نوع شويه اللي عندي تواصل مع الناس كلها كتير آه يعني الحمد لله اه اشوف كريم علاقتي آه بكريم كويسه جدا بس التواصل بتاعي يمكن قليل شويه انا من نوع اللي في شخصيتي شويه ما بحبش اكلم حد عشان يعني مش هطلب اه ما بعرفش اطلب آه انا بحس لو في حد شايفني في مكان وهيحتاجني في المكان دوت آه هبقى موجود اه ف انا نفسي طبعا ابقى لوحدي وابقى مدير فني طبعا دي خطوه كويسه جدا واي حد يتمناها وطبعا لو موجود لو عماد ربنا كرمه الفتره اللي جايه دي باي جهاز وهو احتاجني معاه م. اكيد ان شاء الله طبعا يبقى ليا الشرف ان انا اكمل مع عماد عماد من الشخصيات المحترمه جدا اللي الواحد يحب يبقى موجود معاها ويشتغل معاها اكيد